هاي بقديم الزمان يقولون اكو فد واحد حرامي ما خلى بيت بالمدينه اذا ما باقى صوت عليه، وما خلصت الناس منه ومن شره الا انه سبحانه وتعالى اخذ امانته وتوفى. فسووا له مجلس فاتحه واهل المدينه حضروها، وباليوم الثالث دزوا على شيخ يقرا لهم الختمه. وبعد ما كمل الشيخ الختمه الدينيه مال الفاتحه، طلبوا من الناس يرفعون ايديهم بالدعاء للميت، وبدا الشيخ يقول لهم: اللهم الطف عبدك الفقير الحقير الذليل، واجعل مكانه مع الاولياء والصالحين، وارزقهم من ثمرات الجنه ونعيمها، فانت تعلم انه كان عبدا صالحا صائما مصليا ساجدا راكعا، وكان لا يترك الا فرضا الا صلاه، ولا امانه الا اداها، ولا بيتا من بيوت المدينه الا دخلها وتفقد اهلها. فكانك رجال شايب قاعد بكعب الفاتحه. قال له شيخنا: ليش هو الله يرحمه كان يزورنا ميت علينا لو يزورنا حتى يفرد غرضاتنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، مجد حبيب الله، لا اله الا الله. يقول لك: كم بش من سمعهم طلع راسه من التابوت وقالهم خاف غيري. اي ما شهيد مقدور الله يرحمه باعتباره راح يشتري سيارة من الفلوجة وانقتل. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. وهاي الشهادة الأولى. أما الشهادة الثانية فكانت أثناء مشاركته بمعركة تحرير ديالة، وجت طلقة بقسته وقتلته. لكم هم قالوا صدق مخربط ولا كذب مصفط؟ لا كذب مصفط ولا صدق مخربط، بس مو هيك، لأن العراق من البصرة الزاخو يعرف كمبش على شنو انسجن وليش طفر من السجن. تسووا الفاتح بامر الله والمطبق لشرع الله، ولو هي مو جديد عليكم، لان انتم الليثين اللي هسه مقابر الجماعيه وسجون وزنازين تشهد بجرائمه، وانتم تسووا الشهيد البطل المقدام المغوار. الزمن يتكرر يرجع ويعود، صواريخ صدامت عبر الحدود. اي هاي اني شاهد بيها مال صواريخ عبر الحدود، لان انتم تعرفون السيد الرئيس القائد فتوحاته وصلت البلاد المغرب العربي، وبعهده نص قارة آسيا وربع الهند انضمت للإمبراطورية الصدامية. وبما أنه زعيمكم وتاز راسكم طلعين حدر من أصول هندية، فعيب عليكم تسموه صدام حاف، المفروض تسموه صدام هو بشاروخان. لا عيب عيب يعني. عيب عيب. لا هسه تقول لي شلون تاكدتوا انه وصول هندي؟ يعني هو اللي قص كيكه مال عيد ميلاده بالقيافه العسكريه والمسدس الصبح ووقت المعركه يلبس دشداشه، هذا مو هندي. لا عيب. يقول لك صاير اسبوع صاير انخفاض غير مسبوق بمبيعات لحوم البقر بالعوجه. لا كافي. بس انتوا شويه دعوفونا من الخريط هذا، وخلينا نلتفت لاستشهاد السيد سعد كمبش، واللي حتما القنوات الفضائيه راح تغطي وفاته وتعلن الحداد اسبوع كامل بهذا المصاب الجلل، وتظل الدق شهرين على الراح. هاي ابو سعود يا معود، الرجال ليه هسه قبره ما نشف وانت مطلع ردح الساجد عبيد؟ هسه اخو احنا ندري بيك انسان صاحب مزاج وراعي كيف ودينك ومذهبك الكونيه والغجر وال من كنت تشتغل ويا عدي الهندي، بس الكل وقت الى اذهان والكل مقام مقال، ولا تنسى الشهيد الله يرحمه سعد كمبش رمز من رموز المكون، مو واحد مهتلف وهيك تتعامل ويا خبر وفاته، يعني هيك لو بتشذب قال راح احضر جنازته واواسي اهله وجمهوره واصلي على جثمانه مثل ما طلع خميس الخنجر وقال راح اصلي بجرف الصخر. صلاه السيد الخنجر بجرف الصخر، صلاه سوف نصلي بالقدس ونصلي، كلها كلام مو ضمان صلاته. كذبه كذب 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 كذب. هو من ضمنه؟ هو الخنجر سووه للغدر، ما سووه لمقابله الزلم، كان سموه سيف لو صحيحه، سووه للغدر سووه. لك 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 هذا طلع الخنجر من كلب. شيخ الاسماء شو لها علاقه بتاريخ الرجل النضاله؟ بعدين هو شيخ الخنجر يا يوم انطى وعد واخلف ذي، تنكر انه شيخ الخنجر وعد النازحين يرجعهم لمناطقهم، واتحداك هسه تلقي لي مخيم واحد. انا ما انكرش.
تنكر انه الخنجر قال ثوار العشار على مشارف بغداد ولو ما الخيرين يطيحون عليه ويترجوه يسامح العراقيين كان ما وقف الا بشط العرب. انا ما انكرش. تنكر انه الخنجر قال المغيبين نطلعهم نطلعهم وبالفعل ما ظل مغيب الا بايده وداه لاهله. انا ما انكرش. هو بالتالي زحمه تقول عليه كذاب و56 لان هاي امانه وانت طالع بقناه فضائيه تلفزيونيه العالم كله شوفه. اما اذا على اسمه فهي مو قاعدة ثابتة على أنه كل واحد اسمه الخنجر هو غدار. الدليل قدامك سعد البزاز شنو اسمه؟ سعد. يعني المفروض أخباره كلها فرح يعني سعيدة جميلة لطيفة من تشوفه قلبك ينفتح. بس تروح شوف الأخبار اللي ينقلها بالحصاد. نعم الحصاد يبدأ بخبر أسود في العراق. حالة من الذعر والخوف يعيشها أهالي قرى قضاء سيد دخيل في الناصرية نتيجة تزايد أعداد المصابين بلدغة أفعى سيد دخيل القاتل. تداول سمكة خطيرة في أسواق المحافظة. وانه غرير العسل أو ما يعرف محليا بالشيبة يعد من أشرس الحيوانات وأخطرها على الإطلاق. أصبح يهدد حياة ساكني عدد من القرى في محافظة الأنبار. مشاهد مرعبة يعيشها الناس هنا. بين القوارض والأفاعي تعيش هذه العائلة البغدادية. وجدنا الجرذان بأحجام القطط تغزو شوارعها وخوف لا ينتهي بعد أن غرست هذه القوارض أنيابها بأجساد الأطفال والكبار. قلق وخوف تسجله مناطق الكرادة والنعيرية وحيؤور من تكرار حالة حرق المركبات المركونة. حالة إقدام عصابة أبو تيزاب وهي تشوه إحدى مركبات المواطنين. انتشار غير مسبوق لمرض حبة بغداد في العديد من مناطق محافظة ديالى. جرب وحبة بغداد أمراض تفتك بالمواطنين أحياء بغداد القديمة. هناك دواء بمادة سامة طبعا هو يخص الأطفال. إمكانية انهيار سد الموصل شمالي العراق في أي لحظة. انهيار سد الموصل مسألة وقت وسيكون أسوأ من إلقاء قنبلة نووية على العراق. الأمر الذي قد يتسبب بمقتل أكثر من مليون عراقي. بما زادت مخاوف الناس أكثر من احتمالية انهيار بعض المنازل في أي لحظة. العراق اليوم في مازق سياسي ودستوري خطير لم يشهده منذ سنة 2003. لأن الوضع السياسي الحالي في العراق خطير جدا. وقد تنشأ احتجاجات شعبية ومسلحة ضدها من اليوم الأول. مما يضع العراق في وضع خطير للغاية. أفاع جرذان وأبوية ودوية سامة وسماك وفترسة ونهارات وجفاف وثور مسلحة. أبو سعود تدري لو العراق كان عدة لسان كان قل لك حتى رابو تفني يلا خبت صبارة كده وخلص. هاي اسم قناتكم الشرقية وهيك تطلعون أخبار لعد لو اسمها صفة كان سويتوا. تدري قناة الشرقية كان المفروض يكتبون عليها تؤدي إلى الشيخوخة والاكتئاب والعجز المبكر مثل باقي الدقائق. تريد صحتك عوف الشرقي؟ لا مو عوف الشرقي، امسحها احذفها. هسه تقول لي والاخبار حبيبي اكو هواي قنوات وطنيه تجيب لك الخبر وتنقل لك اياه بمهنيه وسريره. هسه تقول لي مثل منو؟ دجله. الخنازير البريه التي اخذت تنتشر بشكل غير مسبوق. شهد العراق خلال الايام الماضيه تزايدا في حوادث انفجار انظمه الغاز. خطر مؤكد يهدد اطفال العراق ومستقبل البلد بسبب تدني مستوى التربيه والتعليم الى الحد الادنى. كارثه كبرى لم تحصل في اي مكان اخر وقد حصلت في العراق حصريا. حصل انفجار بين طيارين. اليوم يبيعون اراضيهم من اجل سداد ديونهم. انا اخوك. خنازير برية النوب. نعلى على صفحتكم، نعلى على صفحتكم. مو بس هاي، مو بس هاي. يقول لك اسوده ونموره وذيابه وفياله. كلش وين نازلات بشارع السعدون وقاطع السير. وخلت المنطقه كلها تشيل من هناك. وهاي من غير الالاف الافاعي الاناكوندا العملاقه اللي موجوده بدجله. وكل الصنهار يقول لك طرحيه كبيره وبالعت لها سياره تمشي على جسر السنك. أو جسر الجمهورية. فشلنا قدام العالم، خزينا قدام العالم، وين النووي؟ مين يجيب لك نووي؟ بس مع ذلك الأمن موجود لسه. موجود، عوف قناة دجلة، هي والشرقية. عندكم الرشيد يا أخي. إنه خلال هذه الأيام راح توصلنا كتلة ضخمة من ثاني أكسيد الكبريت. هذا الغاز هو سام وخطير. مخاوف من إهمال يغزو جسور بغداد، فهل تسقط إحدى جسورها؟ الألغام. تلد بين فترة وأخرى ضحايا يسقطون في فخاخها المتروكة منذ سنوات. يواجه اليوم خطر انهياره وسقوط الكتل الخرسانية لهيكله
تشققات وانهيارات كبيرة تنذر بكارثة. أبعد شبحا يحصد أرواح العراقيين ويصيبهم بأمراض يترأسها السرطان، إنه التلوث البيئي. قام قياسية حطمت في الهند، بلد الطب المتطور، فكيف بالعراق الذي شهد منذ أيام كارثة بشرية بطلها الفساد ومشفاة ركادون ترميم فاقد لأبسط مقومات الحماية. ولكم احنا طلعنا عايشين بساحة حرب، مو بلد الله طاب بالرحمن وناس عاش بيه بأمان الله وتمارس أعمالها بصورة طبيعية وتطلع وتتونس وتسهر وتفرح. أقلكم عيني استاذ سعد البزاز، سعد عاصم الجنابي، جمال كربولي، انتوا اعلاميين لو احنا مقاولين تفليش يعني. عيني الله يرضى عليكم، عوفونا من هالقنوات العراقيه، عوفونا لا حد يطلع الياهن، لان الجماعه يردونهم بس فاتحه يشبعون بها لطم. ودوني القنوات العربيه المليانه حب وامل وتفاؤل. عاشت الديوانيه استنفارا امنيا لا تحسبا من خرق ارهابي بل بسبب تمساح ظهر للسابحين في نهر المدينه. الشرطة تمكنت أخيرا من قتله بعد 3 أيام من ملاحقته، فيما حذرت السكان من عدم الاقتراب من النهر. لا مو بس تمساح بالديوانية، أنا بنفسي ذاك اليوم طلعت للسماوة شفت 3 ديناصورات، 2 يمشون بصف السريع الدولي، حتى واحد من الديناصورات كان شايل منشأة مليان ركاب بإيد وصهريج مع النفط باليد الثانية، عبالي لعبة ما جهال. خرب شرف إذا أبقى بالحب. لعد لو شايف الزراف ام الحبل تلعب حبل بالزوراء. لكن بابا انت شنو مطلعين القنوات هاي؟ ليش انتم ما تعرفون نهايتها وغاياتها؟ لو تنتظرون من البزاز وسعد عاصم الجناب وجمال كربولي يطلعوا لكم حاله ايجابيه وبلد متعافى ومستقر وامن وامان، وينها؟ وين هالقنوات المقربه من الحكومه والمحسوبه على الاطار التنسيقي واللي اكيد هسه صايره صد ولد لهاي الاخبار المفبركه وهاي القنوات التعبانه؟ طيني خل اشوف. صارت عندنا جاهزة نرجع نرفعها من النار. لسه اللي بيض وطماطه. تعالوا شوفوا شلون نخبز بالتنور الطين. عندنا 4 قطع أو 5 قطع موز. نعم. يعني مرة خبزت واحترقت الخبزة ودبوها براس. البالوتة وهي نوع من أنواع الكاستر السميك. وراح نبدي بطبخة اللعبان. كيل وين طحين؟ أنا خالته بالعجالة تقريباً ما شفتين. قطعنا البصل. مكعبات ناعمة جدا. هسه انا ما عندي مشكلة ببرامج الطبخ ولا اقول انه هاي البرامج ما لها داعي، بس اتمنى لها القنوات تكون بمستوى التحديات اللي تواجه البلد وتاخذ دورها بافشال المخططات المريبة لقنوات الفتنة واللي تريد تطلع بلدنا وكأنه احنا ساحة حرب غابة. اوكي طلع برامج طبخ، بس بنفس الوقت عرض الحياة الكريمة لعوائلنا، عرض بعض من الحقيقة عن نظافة وشوارع بغداد ومولاتها ومطاعمها، عرضوا الحالة المعيشية للمواطن واللي اختلفت جذريا عن قبل 2003 شوية، خلوا الناس تحس انه الدنيا بعدها بخير. يعني من زمان هو تعبان شوفين يعني وضعيتي بس بهالغرفة، بس هاي الغرفة، بس هالغرفة توفت قبل 20 يوم. حتى اسوي قبرها هاي ما عندي. اقول له لو اخوتي عدلين ما صرت بالحالة هاي وما عدتي والله عالت حيل تعبان الناس تساعدني. عزمنا الله يعني الصور هسه انا بدي اروح القبر هاي ارد اشوفها ما عندي كرم. ايدي خاليه شلون اروح؟ يعني ايدي خاليه شلون؟ يوم يقضى بشق الانفس للحصول على الماء والطعام. امرأة من المثنى اجبرتها قساوة الزمن على التواجد بهذا المكان. شوف ذولي شوف ذولي، اقول لهم واجهوا التحديات يروحون يطلعوا لي مرأة منكوبة لو منطقة مهجومة على أساس أول مرة نشوفها، ما يدرون إنه قنوات الشرقية وزاقروس ودجلة والرشيد عايفين أشغالهم ومصالحهم وفارشين ومبسطين بيها، وما عندهم شغل وعمل غير مناطق الجنوب وأهالي الوسط ونسبة الفقر ونسبة إصابة السرطان بيها. باعوا راح أفهمكم طريقتي. باع شوف شوف أبدأ أوصلكم الفكرة شلون أوصلكم. دحل باع. ها مناطق الجنوب ها قناة دجلة والرشيد والشرقية واليوتيف والسومرية دتغطي هنا انت خوموهم تجون وتغطون بنفس المنطقة. زين هذا ابن الغربية صلاح الدين أربيل سليمانية من يقلبه من يشوفه شكله مو حتى الميزان يعوج. هذي أجعلمكم شغلكم مو والله راح تخبرون. هسه لو عندي إمكانية شافت أحد قناة باسمي شافت والعب لعب بكيف ذيش الساعة. تعال بابا تعال شيل الميزان تعال. هو وين هسه مصطفى الكاظم؟ ما عندك معلومات؟ والله المعلومات جاي يسوون فضائية بالإمارات اسمها حتى اسمها وصلني معلومات. وين المشكلة؟ ما جايفتين يعني وذا الكاظم يفتح قناة فضائية الرجال عنده إمكانية ومن قالوا بلاها وزنقين وصاحب شركات وأملاك وأرصدة منكية
وفتح قناة فضائية عنده أسهل من شربة الماء كان هي مو أستاذ حسن العلوي. أنا ماخذ جرة جر ما أقول منين جريته الكاظمي وديته حتى يطوف الوظيفة ولو صغيرة افتر بيه سوي له مكان. هذا رجال خطير وين يروح؟ لا شغل لا عمل وين يروح؟ وعنده عائلة أريد العمل وظيفة فد 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 $2000 ما حش هذا. أستاذ حسن هاي من كنت تعرفه كانت أمور عاوية وما يقدر يفتح قناة فضائية؟ حسن شقت جفن وثروته أكثر من ثروة إيلون ماسك. اشتحت أنت يا معود؟ هو بس من تجديد رخصة الهاتف النقال قام له $250 مليار ها من غير عقود وزارة التجارة ووزارة النفط والكهرباء اللي ما يوقع عليها إلا 50-50 والسمسير مالته هو مشرق عباس. وهذا الحكي مو من عندي ولا من جيبي وإنما الناس كلها يدرون بي ويعرفون طلايبه. والدليل إنه مشرق عباس هسه مطلوب للقضاء بتهم فساد إلها أول ما لها آخر وحتما راح يلزموه ويكتهن كلهن. ولا تنسى ترى افتتاح القناة الفضائية مو فد مشكلة ولا تحتاج الميزانية وفلوس ضخمة لتأسيسه. يعني أي واحد يقدر مثلا عندك علي حاتم سليمان ممكن باكر يفتح قناة فضائية. شيخ ليش ما فتحت لك قناة فضائية؟ والله يا بالي مو دنبكتشي افتح لي قناة علي لا ليش قناة لا سياسية لا مو دنبكتشي شنو؟ لا بالله هسه محمد الكربول وسعد عاصم الجناب وسرمد الخنجر شله مال عرب انت يا سرغلي بس ما تقول لي سعد البزاز دنبكتشي شوية واقف لأن الرجل أثبت وطنيته وعراقيته وتحداك تطلع لي خبر أو موقف واحد تلوق به الحاكم عربي أو اشتغل سمسير يمه. وطيبين أمانة الله شهادة لله هم كلش بس ثواني بس هذا كفشي مشلب بالعلم ها ها ذولا شعدهم هنا مشلبي يلا أي خالف والله هم مال طيبين وغالين شهادة لله ما قصروا عنا مواقفهم ويانا صدق تبيض الوجه وترفع الرأس ابتداء من مساعدتهم لبلدنا لغاية الجسور الجوية المفتوحة على مدار الساعة بيننا وبينهم زمن الدواعش واللي جهزونا بكل شيء من الأبرة للبعية ساعة طويل. غزوة داعش في العام 2014 نظر إليها محمد بن زايد بارتياح كبير، ارتياح كان مبعثه معرفته بأن داعش ليس سوى ذريعة لعودة الاحتلال الأمريكي إلى العراق. وفي وقت لاحق أبدى ولي عهد أبو ظبي آمالاً بأن تسفر غزوة داعش عن حذف العراق من على خارطة طريق الحرير الصيني بحيث لا يشكل ميناء الفاو العراقي أي منافسة لميناء جبل علي الإماراتي. لا بالله هاي مال جبل علي ما حد يلوم عليها لأنها تجارة والمنافسة واردة ومطلوب العمل بها ومن حق كل قائد يفكر بمصلحته. هسه تقولي بس هاي منافسة مو شريفة. حبيبي شريفة زوجة من زمان بس قولي عنده مشكلة ويانا قطعا أقول لك لا ومستحيل تلقى حكومة عربية تحبنا وتحب الخير والاستقرار لبلدنا مثل الحكومة الإماراتية. جهاز المخابرات العراقية اعتقل شبكة تابعة للاستخبارات الإماراتية تضم لبنانيين وعراقيين وتمول مجاميع محددة بين المتظاهرين في ساحة التحرير. خلية الصقور في كربلاء المقدسة القبض على خلية إماراتية. وكشفت التحقيقات أن صالح يوسف صايل الضابط السابق في مخابرات صدام حسين يقود الخلية الإماراتية التي تضم بعثيين سابقين وإرهابيين مقيمين في الإمارات وأربيل. هسه هاي زمن كانت العلاقات متوترة والشيطان دخل بيناتنا مثل ما يصير بأي عائلة. بس قل لي شاركوا بأذيتنا تآمروا علينا خلوا أراضيهم وقواعدهم بخدمة المحتل ضربنا تدخلوا بشؤوننا الداخلية دعموا كيانات حزبية حتما أقول لك لا. 19 ضبطت شحنة أسلحة إماراتية في ميناء قصر الجنوبي كانت قادمة من ميناء جبل علي الإماراتي تحتوي على 1033 قطعة سلاح كاتم بعناوين لعب أطفال. سألني هذا السلاح اللي نزموه وانقصر وين راح مثلا؟ شمره بشاط لو وزعوا للجيش العراقي وشرطة قوات البشمركة البطلة
اللي يومية داخلة معركة ومنتصرة بيها. أسرع الجبل، أسرع الجبل، أسرع. ولك لا، شنو هاي المعارك الخردة اللي مطلع لي اياها مع المقاطيع؟ انطوني بطولات البيشمركة بمعركة النورمندي الشهيرة، انطوني بطولات البيشمركة واصطفافها مع المقاومة الفيتنامية ضد الاحتلال الامريكي، انطوني اهم المعارك اللي خاضتها البيشمركة بحرب الفوكلاند بين الولايات المتحدة الامريكية والارجنتين. يا معودين، البيشمركة ماكو بلد بالعالم اذا ما يتوسلون بها حتى تجي تشارك، لين يدرون بها بس تشارك تحسم المعركة لصالح البلد اللي تقاتل وياه. شنو نسينا بطولاتهم سنجار؟ داك احنا سمعنا اهل سنجار بنفسنا يقول البيشمركة انسحبوا واخذوا سلاحنا وعافونا وتركونا لكن البيشمركة ركبوا سياراتهم وشلعوا على اقليمهم وسر بس في ليلة وضحاها عافوا سنجار. هذا الكردية اللي موجودة في سنجار كلها هربت. جماعة البيشمركة باوحوا قدامك هاربين من سنجار، تكلم على البيشمركة شلون هربوا وركضوا وعافوا الناس. هاي شوف السيارات مالتهم هاي قدام الناس باوحهم. هذا بيشمركة شوفه باوحهم شلون يركضون بيشمركة. اوه عاد وقعوا بحال الكريم بدر. لا مو بشهادات المحللين السياسيين وبشهادتهم الدليل انه البيشمركة اول الناس اللي انهزموا، وانما اهل سنجار من الاخوه الايزيديين بنفسهم يقولون انه البيشمركة دقوا ويانا الناقصه وسلمونا بيد الدعش. وإذا أنا أكذب اسمعوا هذا الموال الإيزيدي اللي يشلع نياط القلب ويحكي عن غدر وتخاذل البيشمركة. أي با سمعت الموال يقولهم ليش هيكي؟ ليش هيك سويت ابوينا؟ مو طول ما كنتوا يمنا ما قصرنا وياكم وما نخلي لكم بحرقنا اذا ما نقسمها بالنص وياكم. هي هات عليها والله لو مربيني شاب احسن منكم اقلها شاب اوفياء وينطون عمرهم حتى يدافعون عنا، بس الناقص ناقص. وهي هاي ترجمه تقول هيك انا عليه. سيد مسرور ابلغني شخصيا عن نيتي شف جيل السد. بس اللواء منصور برزاني اتعهد للسيد الرئيس مسعود يحقق النصر خلال يومين. أكيد راح يسويها. قال اللواء منصور برزاني أنه سيحرر سد الموصل خلال يومين، لا مستحيل أمام مناضل يبتغي تحرير وطنه. لا لا أنا سمعت أنه بعد ما انهزمت البيشمركة من سنجار لزمهم منصور البرزاني وطيح حظهم وقالهم عيب عليكم تنهزمون، واخذ سلاحه وصعد سيارته ودخل بصفه في الدواء. ومثل ما تقول الاسطوره يا احبائي انه استطاع بالساعات الاولى من قتل اكثر من 4000 لوحده، بينما منصور البرزاني ايضا قدر ياسر اكثر من 2145 داعش الى ان اجبر يشد الزور رساله لمسعود البرزاني ويحلفوا بروح والده انه يكف شر مسرور ومنصور عنهم لين راح يخلصهم كلهم. وتعرفون انه مسعود ما رجع طلب للدواعش، فأمر مسرور ومنصور بالانسحاب للحدود الإقليمية الكردستانية ووضع حد فاصل بيناتهم وما عليه بيهم بعد. وهذا الحكي مو رواية وإنما ما شهد به أحد ضباط البيشمركة الأشاوس. ما ويا دعش ولا دعش أبدا أبدا نهائيا دعش. ما عندنا خط تماس. هسه تقول لي منو خط تماس؟ ما عندنا عدو حتى يكون خط تماس بيناتنا. احنا مواقعنا شبر واحد ما متقدم. ولكم هذا عميد بقوات البيشمركة مو مواطن عادي وبنفسه ده يقول انه احنا مو ضد الدواعش ولا تقدمنا شبر واحد عليهم. بعد منين جبتوا هاي مال منصور هجم عليهم ومسرور كبدهم خسائر جسيمه ملاعين الوالدين. هسه احنا ما عدنا شيء ويا الرجال مسرور ولا حتى ويا منصور اللي تيه تلقاه بالبارات والملاي، بس خاف نعوفهم كم يوم ونلقاهم طالعين مسلسلة تقول انه مسرور اخذ الواس ودحر الجيش التركي المتوغل باقليم كردستان وانتصر عليه، وما اكتفى بدحره وانما طب للعمق التركي واحتل 7 محافظات تركية، ولو ما العيب الا يرفع علم الاقليم على قصر الحكومة بأنقرة. شلون يعني احنا مكتوب علينا
نصدق بهاي الكلاوات ونؤمن بها غصبا علينا، مثل ما كانوا يقنبلون علينا بسوالف بطولات الهندي، ابن الهندي عدي وكراماته. وأن الابن البكر لصدام كان مناضلا منذ شهور عمره الأولى، لأن المشورات السرية بين أعضاء وقيادة الحزب في الخارج وبين صدام الذي كان معتقلا حينذاك كانت تنتقل عبر تهريبها بين طيات قماط عدي الرضيع. إن فتى رضع الوطنية منذ نعومة أظفاره لابد أن يكبر ويتربى على حب الوطن، ويكبر أيضا حبه للشعب الذي نشأ فيه، ولابد لحياته أن تشهد تحولات جذرية تصب في نهر النضال ضد الرجعية والاستعمار. هي لعد اللي ضد مبادئ الحزب وأهداف ثورة تموز المجيدة، شي يسووا له؟ يبوسوا من قصته؟ لا تقضى باس وتحط بمنقنة وتفحصها وتنحل والدين، مو وهي عقوبات العالم كله يسويها بحق الخارجين عن القانون والمتجاوزين على النظام، وهدفه الأساسي هو التأديب والنصح والإرشاد. وأتحدى أكبر واحد يقول لي أكو سجين مات لو تعرض لأي انتهاك بالسجن. يا أمانة سر فدائي صدام، الموضوع تصوير العقوبات. أمر السيد المشرف على فدائي صدام المحترم بتصوير العقوبات المتضمنة: قطع اليد، قطع اللسان، كوي اللسان، كوي الشفتين، عمليات الإعدام فقط، وحسب هامش سيادته على أصل مطالعتنا المرقمة. بس أنا المعلومات اللي عندي إنه عدي عمره 5 سنين وشارك ويا أبوه بثورة 17 تموز، وهو ناس شافوه شايل مسدسة وقاعد بصف أبوه يرمي على حرس القصر. هاي من غيره إنه عدي شهيد عدي، ولك شهيد عدي الله يرحمه، من كبر أسس جمعية خيرية ومؤسسات إنسانية تهتم بالطفل وطيور الحب والكناري وتربية أسماك الزينة وبعض الحشرات النادرة. عذيب، إعدامات بدون أي رحمة. شو المنظر شفته شنو كان؟ الاغتصاب اللي كان فعلا هو مؤثر بيه، اغتصاب الرجال والنساء. اطلق الرصاص على الضحية، الضحية مات، انت تروح هو ميت تشفص وتدفر على بطنه وتبقي تسوي بالرشاشة على راسه هيك هيك وترجع مثلون بالجثث كان؟ ايه. لما شفت هذا شخص ما يتجاوز 15 او 16 سنة رموه، هو كان يصيح دخيل الرئيس، دخيل صدام حسين، انا طفل، انا ما اعرف كذا، ويبكي وكذا، اخذوه عدموه. بس الإعدام مات، أول مرة في حياتي أشوف مخ بشر. طبعاً هذا اللي سمعته وشفته جرائم هوايك وشباب مغفل يترحموا له يعتبروا شهيد وبطل وإنسان مناضل، وكل هذا بسبب تزوير الحقائق وتبييض التاريخ الإجرامي اللي كل العراقيين يعرفوه. ولا بد وحتماً بكل زمن أكو أدوات تساعد بتغيير وتحريف الحقائق لخدمة السلطان وزبانيته. إحنا شوف، إحنا دائماً زورنا التاريخ. هذا الموضوع مهم. مثلا انا كتبت 13 مسلسلة بدوية بزمن الحصار بدون اسم حتى اعيش، فطلعت البدو خوش ناس، تمام. الواقع البدوي غير هذا، يعني الواقع البدوي شرس، تمام. فيه قتل وفيه غزو وفيه غدر. ساهمت بتزوير تزوير التاريخ. نعم. تزوير التاريخ، نعم نعم. حتى من كتبت والله مسيطر يعني. فديوم كلفوني بكتابة مسلسل ابو جعفر المصري، زين، فقعدت اقرا تاريخ ابو جعفر المصري، فكان يسمى الدوانيقي، بخيل بخيل ابو الدراهم، ابو الفلوس، دانوق درهم. قلت له وكان سفاحا وكان كذا وقتل كذا وقتل. قال لي لا حامد، مستحيل تطلع هيك عمل، هاي ما تطلع هيك الاعمال. اها، ما تمشي، ما تتسوق. ايش قد زورتوا بروسنا انتم؟ اوه، ليش طلعنا لكم الامويين رائعين، تاريخ العباسي جنن. هي هاي الحقيقه، انطيني ملاتي اسوي لك عدي امام وداعي اسلامي، اترس جيوب ودراهم اخلي لك صدام حسين النسب مالته يرجع لآل البيت، وما عليه اي شائب بنسبه حتى لو كان هندي او باكستاني. بنفس الوقت اي واحد خوش ادمي تريد اشوه سمعته وطلع الكيان من طلب غالي والطلب رخيص، وهذا ما جاي يسويه سعد البزاز بالمسطره. قناه الشرقيه احنا كل شهر ننطيهم 250 الف دولار من استلم الحلبوس رئاسه البرلمان، لحد الان ننطيها دعم للقناه. وهسه اخونا سعد ابتزاز يريد 500 الف. لا لحظه، منو سعد ابتزاز؟ هذا اللي هو سعودي. تقصد سعد البزاز مالك قناه الشرقيه؟ اي رافع يريد 500 تسعيره، هسه منين نجيب له؟ عيني العدم، من ينطي منح وهدايا وقلادات ابداع من غير يقتل الحلبوسي ويقتل الخنجر وقتيبه الجبوري حتى يدبر اموره؟
ويضحك على الناس المساكين بهاي التفاليس والقشمريات اللي يوزعها بشهر رمضان والباقي ينزلها بجيبه. يا دني لأور رباع العالم. لا بالعافية عليك، بس ما أعرف دوائر الحكومة وين عنك، ليش ما يعطوك شن فلس حتى تطلع المشاريع الناجحة مثلا. كورنيشات بغداد جاهزة لاستقبال المواطنين بحلتها الجديدة بعد تطويرها وإعادة تأهيلها ضمن حملة بغداد أجمل. كورنيش أبو نؤاس تم إنجازه وشمل ممرات للمشي وأخرى لممارسة الرياضة وركوب الدراجات الهوائية لمشروع كورنيش العطيفية بطول 360 مترا. شرفك نبيل جاسم، منجز بيك مستوى الدزلة مصور من باب الشرج صوره. شو وقت تشغلون عقولكم وتعرفون تسوقون مشاريع الدولة بصورة صحيحة؟ يعني كورنيش مسافته 200 متر ما قدرت تصوره تصوير احترافي يجذب السائح والعائلة العراقية؟ شيء ما عندك كوادر لو انت ما تريد تشتغل؟ تريد اشوفك الناس اللي تشتغل وشون تشتغل بحرص وامانة ومهنية؟ داك تنفتح الإضاءة وهيك الأجواء الصير تجي تركض هنا لو بايسكلك أو تقعد هنا أو تجيب مشويات وتشوي هنا أو تقعد تضرب النخاع هنا تغسل إيدك وتتمشى وتستمتع بالأجواء. بس شوفوا جمال اللقطة، والصبح بعد أحلى وأحلى، تطفال هنا يلعبون، تفاصيل الشغل حيل مرتبة هنا، هاي الحمامات شلون تصميم حلو، والقعدات صارت من خشب كلش فخم. دي يلا شوف القهر بكاميرا مال موبايل، بكاميرا مال موبايل وصور له تقرير ألف مرة أحسن من تقرير قناة العراقية اللي بيها 5000 موظف. ومن نحكي ونعتبي يقولون ها تستهدف السقط بينا وشهر منجزاتنا، يعني لازم تجيبوا كلام لنفسيك. زين هذا المشروع مال أبو نؤاس لو صاير بالإمارات مو كان البزاز صلخ الشاشة صلخ باعتبار أنه أعظم إنجازات قارة آسيا؟ يطرب على الغريب. عشانكم قابلني ومحسوب عليه قناة وطنية وعراقية ويحكي لي بتراب الوطن وجباله وسهولة، لو ذنب خليهم بس الاستهلاك الإعلامي. دولة شعارة، أكثر قنوات شعارة، قسم بالله العراق والأنبار إذا الله سبحانه وتعالى يخلصها من قناتين ويدقوها قدام خلش تكون عليها شرقية والعربية، والله أساس الفتنة وأساس السرقة وأساس كل شيء كلها المغطين عليهم ووكر مخابراتي قسم بالله العظيم على سياسة، وأكثر سياسيين يخافون من عندهم مو بس السنة شيء أهماتين. وهنا الدولة لازم تتحرك بعد التصريح الخطير هذا وتصدر قرار بعدم السماع للقنوات الشرقية والعربية من الدخول لأي دائرة حكومية ومنع مقابلة أي شخصية بالدولة، وذا كلش كلش يخلوها تغطي برامج العيد تسمح المراسليها فقط بتنزه الزوراء وحديقة الحيوانات. متواجد بداخل أروقة جهاز مكافحة العملية الحقيقية اللي راح تتم إن شاء الله اليوم أو يوم غد. من بعدها راح تطير الطيارة المسيرة تروح على الأهداف اللي إحنا نريدها. لا مو إحنا هاي الطيارة تطير لها مستويات عالية يعني، وطيارة هي طيارة حديثة وتشوف أنت حجمها صغير فما يسمع الصوت مالتها. جهاز هذا شنو هذا الجهاز؟ هذا الجهاز بايومتريك يأخذ بصمات الإيد والعين وبقاعدة بيانات. هذه هي تسمى الإيجاز من أمر السرية يوجه كيفية طريقة إلقاء القبض على الهدف. والآن بانتظار البرقية من العمليات المشتركة، هذه هي إشارة حتى يتم الانطلاق إلى الهدف. بهذا الشكل مشاهدينا الكرام وصلت البرقية، برقية الموافقة. عرفوا التوقيتات وطرق القبض والأجهزة المستعملة ونوع العمليات وحتى البرقية. ولكم يا الله هالسئلة على قناة الشرقية ما يخالف، خلي يتواجدون بجهاز مكافحة الأرب وخلي يعرفون الخطط العسكرية ومواعيد العمليات الاستباقية لظروف الوقت، وخلي كل حركات الأجهزة الأمنية يعرفون بيها. اسمهم أخواننا وأستاذ سعد البزاز. سعد الابتزاز هو هذا. أستاذنا ومعلمنا وإنسان ثقة ومحب للعراق والعراقيين ويستاهل ننطيه مي العين، بس ناوي بيسمحون للقنوات العربية والأجنبية من التواجد بأماكن حساسة، وهاي مشكلة وخرق أمن مو سهل، بس ما أعتقد يسووها. نحن الآن نتواجد في غرفة عمليات بغداد المسؤولة عن أمن العاصمة من خلال نشر القطاعات العسكرية ما بين جانبي الكرخ والرصافة، وفي هذه الغرفة يتم التحكم في العمليات العسكرية بشكل كامل، ويتم العمل سريعا في هذه الغرفة على نقل المعلومة وتحريك القطاعات من خلال هذه الشاشات العملاقة التي يتم من خلالها رصد جميع الأوضاع والانتشار الأمني وكذلك حركة أبناء العاصمة العراقية بغداد بشكل واسع. قناة العربية
بغرفة عمليات بغداد. كم عم وين الدولة؟ وين الحكومة؟ دوم نايمين. ايه والله نايمين. ولكم تدرون دول 24 ساعة يحرضون علينا وشكوا خبر كاذب وغاية الفتنة. ينقلوا بنشرات أخبارهم الرئيسية وشكوا معارضة دولتنا وبلدنا يستضيفوه ويخلوه مضرط على راحته. وانتوا طببتوهم جهاز مكافحة الإرهاب. طلعوهم من غرفة عمليات بغداد. لعد لو داعمين للعملية السياسية ودائماً ويانا. يمكن تخليهم يباتون المكتب الشيعي السوداني. حظني وحظ كبرتي وحظ قسمتي وحظ تعليمي. إيه والله. لا والغريب أنه رغم هاي التسهيلات ممارسة أعمالهم وتغطياتهم الصحفية يتهمون الدولة بتكميم الأفواه والحريات الصحفية. داك العراق في المراتب الأخيرة لحرية التعبير. لا حرية للصحافة في العراق. فالحرية هنا كلام فقط دون أدنى تطبيق. تذيل قوائم حرية الصحافة والتعبير في العالم. زين هاي احنا مكممين أفواكم وقيدين راحتكم وفايتين بدوارنا الأمنية طول بعرض. لا عاد لهم خليكم براحتكم. وين توصلون؟ لا شلون يعني؟ اندز عليكم من قاعدكم باجتماعات رئاسة مجلس الوزراء خافكم قرار ما يعجبكم حتى من هسه تعترضون عليه. لو اشتردون بالضبط. هسه احنا ما نريد نحمل القنوات الفضائية الأخطاء كلها لأن النخبة والطبقة المثقفة أيضا مسؤولة ولازم يكون لها دور بإيضاح التسهيلات الحكومية اللي حصل عليها الصحفي والفنان لممارسة أعماله. تمام لو لا يا أدبائنا يا فنانينا في مكان أو في بلد أو في وطن أنت ما حاس بكيانك، ما حاس بتكوينك، ما حاس بنفسك، أنت ما مقدم. وصلنا لمرحلة أنه أنت ما يهلك تقدم لبلدك لأنه بلد أو الوطن لا يعني العلم ولا يعني طبعا. الأرض نعم. احتضانك ويهيئ لك كل ظروف العيش المناسب اللي تخليك أنت وأولادك وأحفادك تكون في أحسن حال. والله أنا وياك. وإلا شنو فنان وممثل معروف يبيع شامية لو رسام تشكيلي يفتر يبيع شعار بنات بالزورة. وهي مناشدة رئيس الوزراء بركة يلتفت الأوضاع الفنانين ويهتم بيهم ويباوع الأوضاعهم المعيشية وخصوصاً أنهم قدموا شبابهم لخدمة العراق وخدمة الفن. بعد اشتردهم بالله شي يسوي للفنانين إذا حتى سالم ابن حج سامي اللي ذبح نص مسلسل خان الذهب التقى بي وقاعد يتشاقى وياه ما تقول لي ولي اشتردهم منا بعد يعني لكم هذا مو جبار جودي اللي طلعته قبل كم حلقة يعد ويصف على الأحزاب الإسلامية. أردت أن تخرب بلدا من أجمل ما يكون أدخل إليه أحزاب الإسلام السياسي. الحل يجب الخلاص منهم بقوة المقاومة. أوكي بعيدا عن المقاومة الفنية والفكرية فهمك. ما عندنا غيرها. ها أخوي جبار جودي أشوف من رحت يم الشيعي السوداني اللي يتكلف من الأحزاب الإسلامية الابتسامة والضحكة مالية ملامح وجهك. لعد وين المقاومة الفكرية وين المطالبات المستمرة بحقوق الفن والفنانين لو بس انت تذبون الحكي وتمشون ومن يصير صدق وتوصلون يم المسؤولين تخلصوها ضحك وشقة بحيث يقول لك جبار جودي من شاف السوداني قال لهم لا 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 معقولة ده رب دعي يا رفار مع ما انه الفرصة كانت سانحة لطرح مشاكل وأحوال الفنانين بل كثير يربط رواتبهم بوزارة الثقافة أحسن من التفاليس اللي يأخذوها واللي ما تكفيهم أربعة أيام خطية. نخلي أقول إحنا موظفي وزارة الثقافة والسياحة والآثار والله العظيم أصبحنا مشروع للتسول. بس على كيفك لا تقلبها فيلم هندي وتخلصها بكي وتهز براسك. أول شيء أنتوا لازم تقدمون ولازم تشتغلون بجد ومواظبة حتى المسؤول يشوف شغلكم وإبداعكم وعلى أساسها يكرمكم ويشملكم بأي قرار يفيدكم ويخدم مصلحتكم. تمام لو لا؟ انت شلون تطلب من عند انتاجيه وراتبه 250 الف دينار؟ شلون تطلب من عند انتاجيه هو راتبه 250 الف ما يكفي 5 ايام قبل ما يصير نسبه تضخم كان راتبه ما يكفي 5 ايام زين هسه في نسبه التضخم وراتبه 250 الف دينار. بعض الموظفين خدمته 20 الى 25 سنه الراتب مالته 600 ياتي بعد ذلك ابنه ليكون موظف في احد الدوائر الدوله الراتب يفوق راتب والده بضعف. انا موظف رئيس مهندسين درجه ثالثه راتبي ما يرقى الى نصف راتب الموظف في نفس الدرجه بالوزاره المقابله. نعم بس بنفس الوزارات يعني تلقي هذا مهندس هذا مهندس هذا ياخذ ملايين وهذا ياخذ ملايين. انا واحد راتبه 200 او 300 وتلقى بغير وزاره راتبه مليون او مليون ونص او مليون وربع. مهندس في وزاره الكهرباء على سبيل المثال
راتبه 300 او اقل من راتب 280,000 ونفس المهندس في مجلس الوزراء او في غير دائره راتبه 2.5. ايش قد متوسط الراتب الشهري للموظف الواحد بالرئاسات الثلاث؟ نعم 4,850,000. بالرئاسه يستلم مليونين 3 ملايين موظف بسيط. الحاشيه السيستم مالهم، واليوم عندنا موظفين يبيعون بالكيف لايت، وصل مال بازا وكلينس. ايه لا تشتردون تشتردون، ولا كنت تشتردون الدوله ساوي رواتب الموظف اللي يداوم دوار المي والبلديه والكهرباء براتب الامانه العامه وراسه الجمهوريه. شلون افتهمنا انه يقدمون خدمات جليله للمواطن، وافتهمنا موفرين له هالخدمات اللي هي تعتبر اساسيه، بس مع ذلك اخوه مو تريدون نساوي رواتبهم بالموظف اللي يداوم بالبرلمان لو بالرئاسه ويساهمون بصناعه القرار العراقي وعليهم مسؤوليات لا تعد ولا تحصى. تدرون الموظف رئاس الوزراء قوة حصل له قطعه ارض خطيه وباعها ب 600 مليون دينار. تعرفون الموظف هناك عيونه تنقلب بنفسجيه، يلا يحصل على كراون ملكه يروح ويجي بيها، ايش عبالكم هاي الاربع ملايين اللي ياخذها كراتب تكفيه وتغطي مصاريفه؟ مو انتم هم ما جاي تنصبون تحجون مالات الله. اي عداله نطل الاردن نفط وشعبه كاتل الجوع، اليوم موظفين طالعين بالالاف. شوف هذا شلون يريد يورطنا ويا اخواننا واشقائنا الاردنيين اللي قوة قنعناهم بنفطاتنا حتى يجوزون من عندنا ويبطلون يدزون بيه العالم كل البلدنا، وقوم سكتيهم حتى يضبطون اداء البعثين المتواجدين على اراضيهم بالالاف، لان شكو مصيبه وشكو مؤامره هم وراها، فاستر علينا وخلينا نلعب ناصه وياهم، لان ذولا بس يردوا لهم حجه حتى يقبون علينا. طون حلول حقيقيه رواتب الموظفين، لا كل واحد يحكي بكيفه. رجاء انه ياخذون من بعض الوزارات اللي راتب موظفيها عاليه، ممكن ان ياخذون نسبه من هذه الرواتب العاليه يخصصوها للوزارات اللي رواتبها متدنيه. يعني انت تريد ساعه شريحه وتطيح شريحه ثانيه، لان هذا الموظف اللي تريد تخفض من راتبه راح تبهدل احواله وتطيح حظ حظه، لانه كيف وضعه وحاسب حسابه وماخذ قرض اسكان او قرض من المصرف والباقي مرتب بيه عيشته. من تجي انت حضره جنابك وتخفض راتبه، معناها تقول له اخذ لك صينيه شرك وخليها على راسك وبيع بيها بالشارع، او روح اخذ رشوه. هاي اذا ما طلع عليك مضار. اخوي هذا حلك، نقع واشرب ميه، اعطوني حل ثاني، اعطوني حل ثاني. واقترح اقتراح جدا قوي ومباشر، تسحب من الرئاسات الثلاثه ومن المدراء العامين مثل ما اقر رئاسه الوزراء، فهذا اذا يقدر يحطها بنظام المكافآت للوزارات حتى يكون انتاج اقوى وعمليه اقوى ويعرفون عندهم مكافآت عاليه. هسه هذا مو حل جذري، بس بي وجهة نظره ممكن شويه يحسن من رواتب الموظفين القليله جدا، خصوصا انه المدير العام وكل وزاره واصحاب العناوين العليا اذا تاخذ منهم 300 او 400 الف دينار ما راح تتاثر رواتبهم، وبنفس الوقت راح تساعد بتخفيف تعاطي الرشوه بدوائر الحكومه. منا لما الحكومه تلقى لها حل شامل ومرضى لجميع الاطراف، واعتقد السوداني الرجال ما قاعد وده يشتغل على الموضوع وبقوه، واعتقد هو عنده ارشيف هذا الموضوع. هاكسم انا شخصيا متبني لهذا الموضوع منذ الدوره السابقه، لابد من اعاده النظر في سلم الراتب، لا يمكن ان نقبل لهذه الرواتب المتباينه بين هذه الوزاره او تلك في ظل نفس الاختصاص نفس الخدمه نفس السنوات. يجب ان تكون العداله والمساواه واللي هي مبادئ دستوريه يجب ان تكون حاضره في مساله الراتب اللي هو اليوم يمثل المصدر الوحيد للمعيشه للعائله العراقيه، خصوصا مع ارتفاع نسبه التضخم والاسعار نتيجه الظروف الاقتصاديه. يعني الرجال ما ناسي سلم الرواتب وده يشتغل على ايجاد حلول منطقيه واقعيه وقابله للتطبيق، مو يطلع يصرح تصريح وورا يومين يغلس عنه لو يصدر قرار ورقي وهو يعرف انه من المستحيل يتنفذ مثل ما كان يسوي الكاظمي اللي شبش لحيه بلحيه وعافه وطفر من جد. راح نعدل سلم الرواتب، تصعد الرواتب وبالتالي تزيد اسعار الموارد. هذا ما يخشى منه، انه احنا راح ندخل في كساد تضخمي انه يضعضع وضع الموظف وبالتالي راح يحتفظ بمقدراته الماليه وما راح يطرحها بالسوق، وهذا الاشكال اللي احنا صار لنا سته اشهر باثر تقلبات سعر الصرف. اها يعني انتم محضرين العذر لي قدام اذا فشلتوا بتعديل سلم الرواتب، راح تطلعون لنا دالغه تراكم السيوله النقديه وغلاء الاسعار وتريدون الوضع يبقى على ما هو عليه، وناس تضرب ملايين وناس تاخذ ملايين. زين ليش تعشون بيهم وتقشمروهم بهذا الحكي
وتخلوهم يتأملون وينتظرون تسوي لهم حل. إذا أنتم تدرون به ما يتحقق، لو إحنا تعودنا على كلام التبن يا أهل يجي صار إحنا بلقى نافذ. من أول القوانين اللي وضعها حمورابي هي العدل والمساواة بين أبناء البلد الواحد، وعلى مر الزمان العدل هو أساس الملك ومن أسباب ازدهار الدولة وقوتها ورصانتها. وبكل دول العالم أكو إنصاف وعدل ومساواة بتوزيع الرواتب على موظفي الدولة، إلا عدنا أكو تفاوت وتباين لا عقل يقبله ولا منطق يستوعبه، وليها هسه ما نعرف شنو تفسير الدولة اللي تنطي موظف بدوائر البلدية والهجرة والصناعة والتجارة راتب 600,000 دينار وأكو نفس مؤهلات الموظف هذا يداوم مجلس النواب أو بالأمانة العامة وراتبه بحدود 3,000,000 دينار. ما نعرف شنو تفسير الدولة اللي تنطي 500,000 دينار الجندي يداوم بسط وشمال وغرب العراق وتحرم الجندي اللي يداوم جنوبه من هاي المخصصات. ليش أخو ناس تأكل دجاج وناس تتلقى العجاج؟ ليش أكو موظف يبني ويصعد أحسن سيارة وموظف مثله راتبه أدوب يكفي 10 أيام؟ ليش أكو معلم خدمته 20 سنة وراتبه ما يعبر 700,000 دينار وأكو معلم دبر لواسطة وانتقل وزارة سيادية وراتبه 2,000,000 دينار عراقي؟ هلا هلا بالناس الفقرة، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.